get drunk. مرحبا باخواننا متابعي مدونه محترف الاعلاميات. اذا اليوم غنشوفوا حل مشكله عدم ارسال الرسائل الصوتيه على تطبيق الواتساب. هذه المشكله التي يعاني منها بزاف ديال الناس، الكثير من المستخدمين كيعانيوا من هذه المشكله. فاليوم غنعطيكم بعض الخطوات اللي سهله وبسيطه جدا، يعني ما تحتاج لها شي تطبيق باش حتى شي حاجه، يعني طريقه بسيطه وسهله، فقط تابع معايا. فاول طريقه غادي ننصح بها اخ العزيز هي انك تقوم باعاده تشغيل هاتفك الاندرويد او الايفون، يعني تقوم باعاده تشغيله وان شاء الله سوف تنحل معك المشكله. في حاله لم تنحل معك المشكله فلا باس، فسوف اعطيك الطريقه التاليه. الطريقه الثانيه سوف تكون ناجحه يعني بنسبه 95% ان شاء الله، باذن الله سوف تكون ناجحه 100 يعني تقريبا قريبا 100%. الكثير من المستخدمين يعني تكون سبب هذه المشكله هي هذه المشكله مع منح الاذونات اللازمه لتطبيق الواتساب. نقوم بالدخول الى الاعدادات بطبيعه الحال سواء في الايفون سواء في الاندرويد، وبعد ذلك تدخل الى التطبيقات، ومن ثم تقوم بالبحث عن تطبيق الواتساب. نقوم بعرض كل التطبيقات حتى نتمكن من البحث عن كل التطبيقات الموجوده عندنا. فمثلا كما تشاهدون هذا هو الواتساب، فندخل الى الاذونات كما تشاهدون معي هنا، ومن بعد ثم نقوم باعطاء الصلاحيه للميكروفون بهذا الشكل حتى يشتغل معنا الميكروفون على الواتساب وحتى يتم حل المشكله. هذه كانت هذه الطريقه الثانيه لحل هذه المشكله. اذا اخوان بالنسبه للطريقه الثالثة، إذا كانت عندك هناك أي تطبيقات تقوم بتسجيل الصوت، فمثلا هنا في الإشعارات، فإذا كان هناك عندك أي تطبيق يقوم بتسجيل الصوت، قم بإيقافه أو قم بإزالته أو قم بحذفه من هاتفك نهائيا حتى تنحل معك المشكلة. لأن بعض التطبيقات تقوم بتحميلها وتثبيتها على الهاتف، تقوم يعني تكون هي الطرف الثالث لتسجيل الصوت، وبذلك سوف تجد مشكلة في الواتساب عندما تقوم بتسجيل مقاطع صوتية وإرسالها. فإخوان حاول دائما أن تبتعد عن التطبيقات التي يعني تقوم بتشغيل الميكروفون، قم بإزالتها حتى تنحل معك هذه المشكلة. كانت هذه الطريقة الثالثة. إذن الطريقة الخامسة وهي أن تقوم بفحص فحص التخزين. فتدخل إلى الإعدادات ومن ثم تدخل إلى التخزين كما تشاهدون معي هنا، تدخل إلى التخزين. فإذا كان عندك الهاتف قد امتلأ بشكل يعني كلي، فإذا لم تكن عندك هنا مساحة متاحة، يعني مثلا الذي مساحة 9 جيجا بايت، فإذا لم يكن عندك يعني مساحة، فإذا وجدت أن الهاتف قد امتلأ كليا فبطبيعة الحال هذه مشكلة، ولم يستطيع يعني أن يشتغل معك الميكروفون أو الكاميرا أو أي شيء لأن الهاتف قد امتلأ. فحاول أن تقوم بمسح بعض الصور، بعض الفيديوهات، بعض التطبيقات حتى تتوفر على مساحة كافية. كما تشاهد معي هنا مساحة يعني تقريبا عندي 84%، يعني تقريبا عندي نسبة 20% يعني فارغة، فبذلك أنا ليس عندي أي مشكلة. فحاول دائما أن تقوم بتوفير بعض المساحة حتى يشتغل معك تطبيق الواتساب بشكل يعني جيد. كانت هذه الطريقة يعني إخواني الخامسة، فيجب عليك أن تقوم بفحص التخزين حتى تنحل معك المشكلة، وقم بحذف أي فيديوهات أو صور عندك يعني زائدة حتى يعني تتوفر على مساحة إضافية. فإخواننا نمر إلى الطريقة السادسة وهي مسح ذاكرة التخزين المؤقتة بالنسبة لتطبيق الواتساب. ندخل إلى الإعدادات ومن ثم ندخل إلى التطبيقات، وبعد ذلك نقوم بالبحث عن تطبيق الواتساب. تطبيق الواتساب كما تشاهدون معي هذا هو تطبيق الواتساب، ومن ثم نضغط على التخزين كما تشاهدون معي، ونقوم بمسح بيانات التخزين المؤقتة ومسح سعة التخزين يعني معا حتى تنحل معنا المشكلة بإذن الله. فكانت هذه إخواني الطريقة السادسة لحل هذه المشكلة. فبالنسبة للطريقة السابعة هي أن تقوم بتحديث الواتساب الخاص بك من خلال متجر بلاي ستور. تقوم بالدخول إلى متجر بلاي ستور وتبحث عن واتساب، ومن ثم تقوم بالضغط على تحديث هكذا حتى يتم تحديث تطبيق الواتساب. نقوم بالضغط على تحديث، وهكذا إخواني سوف يتم تحديث الواتساب وإصلاح أي مشكلة عندك في الواتساب بإذن الله. كانت هذه الطريقة السابعة. نقوم بالولوج إلى الطريقة الأخيرة يعني النهائية في هذا الفيديو. الطريقة هي أن تقوم بإلغاء تثبيت الواتساب وتثبيته من جديد. تقوم بإلغاء تثبيت الواتساب ومن ثم تقوم بتثبيته من جديد، وإن شاء الله سوف تنحل معك المشكلة. إذن إخوان في آخر الفيديو أتمنى أن أكون قد أفدتكم، ولا تنسوا لايك للفيديو والاشتراك في القناة، وإلى اللقاء في درس آخر بإذن الله.